السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. اليمن عضو رسمي في منظمة التجارة العالمية. مقتل شخص وجرح آخرين في دماج برصاص قناص حوثي. اليمن في صدارة الدول وفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2013. المستهل، بسم الله الرحمن الرحيم. حضر الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الحفل الذي أقيم في ساحة العروض لقوات الأمن الخاصة بمناسبة تخرج العديد من الدورات المتقدمة والتخصصية لمنتسبي قوات الأمن الخاصة احتفاء بالذكرى 46 للاستقلال 30 من نوفمبر، وتجسيدا لانطلاقة جديدة من البناء الأمني النوعي الذي تمثله قوات الأمن الخاصة. وافقت منظمة التجارة العالمية رسميا اليوم الأربعاء على انضمام اليمن إليها بعد 13 عاما من المفاوضات، ليصبح اليمن العضو 160 في المنظمة بعد استكمال إجراءات المصادقة على الانضمام من قبل سلطتيها التنفيذية والتشريعية. وصادق الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية في جلستها اليوم بجزيرة بالي بجمهورية اندونيسيا على وثائق قبول انضمام اليمن إلى المنظمة. أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع على أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية وشعبها مكاسب كبيرة عندما تصبح رسميا عضوا في منظمة التجارة العالمية. أوضح أن انضمام اليمن للمنظمة سيوفر الكثير من فرص العمل ونشر الاستثمارات في كافة المجالات المختلفة، خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن. ويعتبر انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية خطوة مهمة نحو تحرير التجارة الخارجية ودمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي خاصة، وأن المنظمة تضم في عضويتها 160 دولة. نتابع نبذة تعريفية عن منظمة التجارة العالمية في التقرير التالي الذي أعده الزميل محمد الحطامي. أنشئت منظمة التجارة العالمية في العام 1995 ومقرها في مدينة جنيف السويسرية. وجاء تأسيس المنظمة بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنويا. تعتبر المنظمة هي الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين الأمم، ومهمتها الأساسية تتمثل في ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية. من أهداف منظمة التجارة العالمية إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام، وتوفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشة والتنمية، وإيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصص الموارد، وكذا تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم. وتسعى المنظمة لتحقيق أهدافها من خلال إدارة الاتفاقيات الخاصة والتواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة ومراجعة السياسات القومية وفض المنازعات التجارية، إضافة إلى مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب. وبموافقة منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الوزاري في جزيرة بالي الاندونيسية بانضمام اليمن، يصبح عدد أعضائها 160 عضوا، غير أن الانضمام الرسمي لن يتم إلا بعد إقراره من مجلس النواب. ويأتي انضمام اليمن للمنظمة بعد رحلة طويلة من المفاوضات استمرت 13 عاما.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الإعلامي والاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر، مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. أستاذ مصطفى، بداية، ما أهمية هذا الانضمام لليمن إلى منظمة التجارة العالمية؟ شكرا جزيلا. بالنسبة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، خطوة إيجابية كرست اليمن جهدها خلال المرحلة الماضية من أجل أن تنضم إلى منظمة التجارة العالمية، لأن هناك العديد الحقيقة من المزايا التي يمكن أن تجنيها اليمن، وهناك أيضا تحدي كبير ستواجهه خلال المرحلة المقبلة. فهي كما نقول هي تحدي، هي فرصة وخطوة في الاتجاه الصحيح، وأيضا هي تحدي في ذات الوقت. نعم. بكل تأكيد لم يعد مقبولا أن تعيش أي دولة بعيدا عن منظومة التجارة العالمية، لما لتبادل التجارة وتبادل الاستثمارات، وأيضا تدفق المساعدات المختلفة بين الدول المختلفة. هذا كله يعني بكل تأكيد سيتحسن إذا ما كانت الدولة عضوا في منظمة التجارة العالمية. نعم أستاذ مصطفى. نعم أستاذ مصطفى، المعروف بأن اليمن حاولت خلال النظام السابق كثيرا 13 عاما دون جدوى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، فهل يمكن اعتبار الانضمام الآن هو إنجاز لحكومة الوفاق ما بعد ثورة فبراير؟ أعتقد هو استمرارا للجهود، وفعلا يعني أن يتم أو أن ينجح هذا الانضمام أو هذه المفاوضات خلال المرحلة الراهنة، بكل تأكيد يحسب لمن قاموا بهذا الجهد، لا سيما وزارة الصناعة والحكومة عموما. لكن هي استمرار أيضا لجهود سابقة، وكان هناك الحقيقة يعني مشكلة في تعديل بعض التشريعات خلال المرحلة الماضية. كان هناك عدم يعني جدية في المفاوضات أحيانا، ربما أخرت هذا الانضمام. لكن أنا أنظر إلى المسألة أنها هي فعلا خطوة جيدة، لكن لا تعد إنجازا بمعايير أو بمقاييس الإنجاز الحقيقي للتنمية في البلد، لأنه كما تعرف إنجازات التنمية ترتبط بتحسين ظروف الاقتصاد وغيرها. هذا يعد خطوة جيدة، تحتاج من الحكومة أن تبني برامج، لأنه أيضا يشكل أيضا تحديا للاقتصاد اليمني، لأن اليمن ستدخل الآن في منافسة مع كل دول العالم فيما يتعلق بالمنتجات والسلع، وبالتالي يجب أن تؤهل اليمن نفسها بمنتجاتها ذات القيمة التنافسية، وأيضا بصناعاتها لكي تستطيع أن أيضا تستفيد من المزايا التي توفرها منظمة التجارة، انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، بأن تدخل هذه الأسواق، لأن أيضا أسواقنا ستكون مفتوحة، وأسواقنا هي مفتوحة أصلا حتى من قبل. أستاذ مصطفى، هل من انعكاسات سلبية لهذا الانضمام؟ بكل تأكيد كما قلت هناك انعكاسات سلبية، أن الدول التي لا تستطيع أن تضع قيمة وجودة لمنتجاتها وسلعها، لا سيما المنتجات والسلع ذات الميزة التنافسية، لا تستطيع أن تنافس، وبالتالي تظل سوق استهلاكي للآخرين، كما هو حاصل الآن حاليا في اليمن. لأن اليمن سوق مفتوحة لكل المنتجات والسلع الاستهلاكية، بينما صادراتنا لا يعني صادراتنا الزراعية، صادراتنا السمكية، وصادراتنا أيضا من المواد الاستخراجية المختلفة والتعدينية لا تكاد تتجاوز الحدود، أو إذا تجاوزت بنسبة بسيطة وبجودة أقل، أو لا تمتلك المعايير التي تؤهلها لأن تنتقل لتنافس الدول منتجات الدول الأخرى. فهذا بكل تأكيد يشكل تحدي كبير أمام الحكومة وأمام القطاع الخاص، أمام الاقتصاد اليمني عموما. لكن أيضا لا يعني هذا أن يعني هذه المخاطر التي تتواكب مع انضمامنا إلى منظمة التجارة لا تعني أننا نتوقف عن الانضمام. بكل تأكيد هي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، لكن كيف نستفيد من انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية؟ هذا المستقبل والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة ويتخذها القطاع الخاص ويتخذها كل صناع القرار الاقتصادي في البلد. نعم، الأستاذ مصطفى النصر، مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
قتل اليوم شاب وجرح شخصان آخران في منطقة دمات جراء تواصل عمليتي القنص والقصف المستمرتين واللتين تمارسهما ميليشيات الحوثي المسلحة على المنطقة. وقال ناطق أهالي دماج الشيخ سرور الوادعي أن الشاب توفيق الحجوري قتل اليوم بنيران الحوثيين وجرح شخصان آخران إضافة إلى وفاة امرأة لتعرضها لبعض الأمراض الناتجة عن سوء التغذية الذي يعاني منه جميع أبناء دماج جراء الحصار المطبق على المنطقة منذ أكثر من 60 يوما. وأكد الوادعي استمر عمليتي القنص والقصف الحوثي على منطقة دماج حتى ساعة كتابة هذا الخبر. إلى ذلك اختطف مسلحو الحوثي 3 طلاب جامعيين واقتدوهم إلى جهة مجهولة في منطقة المهاذر. أما في شبوة فقد قتل شخص وأصيب 8 آخرون في هجوم لقوات الجيش على قطاع قبلي لقبيلة العمرو من مديرية عين بمحافظة شبوة. وقال مصدر خاص لقناة سهيل إن الحادثة وقعت في منطقة العقلة أثناء فض قوات الجيش لقطاع لقاطرات الحثيلي قامت به مجاميع من قبائل العمرو وتطالب القبائل بتوظيف أبنائها في شركة OMV النفطية. تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة إب من رفع قطاعات قبلية نصبها مسلحون قبليون صباح اليوم في 4 مداخل مؤدية للمدينة في منطقة بعدان والسحول وميتم وقحزة. ويقول المسلحون إن احتجاجاتهم تأتي بعد شروع اللجنة الأمنية بالمحافظة بتنفيذ قرار أصدرته النيابة العامة بالسماح لمحطات غاز وبترول تتبع تاجرا محليا كانت مغلقة، وسبق أن دخلت أسرة التاجر في نزاع قبلي مسلح سقط فيه 3 قتلى و5 جرحى قبل أشهر. وعرب العديد من المسافرين على تلك الخطوط عن ارتياحهم لأداء الأجهزة الأمنية التي سارعت في رفع تلك القطاعات القبلية. ما زلنا ايضا في اب حيث تمكنت الشرطة من تحرير فتاة كانت تتعرض للتعذيب الوحشي والاحتجاز من قبل والدها. وذكر مصدر امني باب في تصريحات صحفية ان قوات الامن في مديرية حزم العدين بمحافظة اب حررت فتاة تعرضت للحبس والتعذيب على يد والدها، فيما اصيب جندي من رجال الامن برصاص والد الطفلة اثناء عملية المداهمة للمنزل. وان الحملة الامنية تمكنت من القاء القبض على والد الفتاة بعد ساعات من فراره خارج المنزل. وبحسب التحقيقات الأولية فإن المتهم قام بتعذيب ابنته بعد أن طالبته بإيصالها إلى أمها المطلقة، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في القضية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة. أقدم مسلحون من الحراك الجنوبي المسلح في قطع الطريق صنعاء عدن في منطقة سناح بمحافظة الضالع صباح اليوم الأربعاء في إطار ما يسمونه بالعصيان المدني. وقال شهود عيان أن مجموعة من عناصر الحراك فصيل البيض قاموا بقطع الطريق ونصبوا براميلا في الطريق وعليه علم التشطير بالإشارة إلى منطقة الحدود الشطرية السابقة، مشيرين إلى أن المسلحين قاموا بإيقاف حركة الشاحنات ووسائل النقل من وإلى عاصمة المحافظة لمدة 3 ساعات. يذكر أن مسلحي الحراك يقومون بقطع الطريق في هذه المنطقة كل 4 من أيام الأسبوع تحت مسمى العصيان المدني. اختتمت أمس الثلاثاء بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مباحثات الحوار الاستراتيجي الثنائي بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الجانبان المساعدات العسكرية الأمريكية المقترحة للسنوات 3 القادمة على ضوء احتياجات قوات الأمن والجيش اليمني بعد تقييمها للمساعدات المقدمة لليمن خلال الفترة الماضية. هذا وترأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد وفد بلادنا، فيما ترأس الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية توم كيلي.
توقع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك استئناف فريق 8+8 المنبثق عن فريق القضية الجنوبية اجتماعاته خلال اليومين المقبلين عند عودة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر، موضحا أن أهم القضايا التي لم تحسم بعد هي عدد الأقاليم. وأضاف بن مبارك في تصريح صحفي أن لجنة التوفيق تواصل اجتماعاتها لمناقشة ما بعد مؤتمر الحوار أو ما يعرف بالضمانات، وأكد أن اللجنة تسلمت رؤى من كل المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار ويجري نقاشها بشكل جاد. أطلقت منظمة الشفافية الدولية ممثلة بالمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة اليوم في صنعاء مؤشر مدركات الفساد للعام 2013 الذي يتناول 177 دولة في العالم من بينها اليمن من منظور الفساد في القطاع العام. وفي فعالية إطلاق المؤشر استعرض المشاركون آلية إعداد مؤشرات مدركات الفساد عالميا، مشيرين إلى أن اليمن تأتي في صدارة الدول على المستوى العربي من حيث انتشار ظاهرة الرشوة في القطاع العام الذي يعد من أكثر الأماكن الحاضنة للفساد. وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام، ما تزال دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من أقل الدول العربية فسادا، بينما جاءت السودان والصومال في المرتبة الأولى من الدول العربية الأكثر فسادا، تلاهما عربيا ليبيا في المرتبة الرابعة، وجاءت اليمن في المرتبة الخامسة. اليوم أطلق المؤشر للمعايير التي تحكم المساءلة والحكم الرشيد والمؤسسية. فعلا كانت نتيجة متوقعة أن اليمن لا زالت ضمن القائمة الأسوأ. نحن في ضمن 10 دول من أسوأ مؤشر الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وهذا إن دل على شيء، دل على أننا لم نبني وطن بعد ولم نبني دولة تقوم على مبادئ الحكم الرشيد. هذه تراكمات السنين الماضية نجنيها اليوم، نجنيها جميعا. نظمت مؤسسة القدس الدولية مكتب اليمن مؤتمرا صحفيا بصنعاء للتعريف بذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف يوم 29 نوفمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار أممي في العام 1947 بتقسيم فلسطين التاريخية، كما صدر قرار آخر بعد 30 عاما بجعل قرار التقسيم يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وشددت المؤسسة في بيان لها على ضرورة الفصل بين أحياء الذكرى وبين ما يجري حاليا من خطأ الاحتفال به. ودعت المؤسسة في بيانها إلى تبني حملة عربية وإسلامية ودولية من أجل حماية القدس الشريف، كما دعت إلى وحدة الصف الفلسطيني وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية ووقف المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني. بمشاركة 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني أقيمت اليوم ورشة العمل المكثفة التي ناقشت آليات مواصلة حقوق النساء خلال المرحلة المقبلة. وتهدف الورشة إلى الخروج بخطة عمل لتناصر القضايا الحقوقية للمرأة اليمنية في الحوار الوطني وبما يضمن إقرارها في الدستور القادم، ويعزز دورها كصانعة للقرار في مستقبل اليمن. وتأتي هذه الورشة عقب إشهار تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء في اليمن، والذي يضم العديد من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والقيادات النسوية اليمنية. نأتي اليوم لتدشين تحالف متطوع من أجل حقوق النساء لينضم إلى كثير من التحالفات وكثير من الفعاليات التي تدافع عن حقوق النساء والتي تريد أن يكون للنساء صوت قادم في الدستور القادم، أيضا في مخرجات الحوار الوطني وأيضا في المرحلة القادمة. نهدف من هذا التحالف أن تكون النساء اليمنيات قادرات على صنع المرحلة المستقبلية، أن يكون شريكات حقيقيات في صنع المستقبل. احنا حاليا نمر في مرحلة الحوار الوطني ولنا مطالبنا اللي هي 30% من الكوتا، إضافة إلى الوصول إلى صياغة المشاركة في صياغة الدستور، وهذا من أهم مطالبنا. هذه الجهود هي لتأسيس مرحلة جديدة تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية للنساء بما يكفل مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة والحياة المجتمعية. برعاية الأستاذ عبد القادر هلال أمين العاصمة وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان، أقامت مؤسسة يمن بلاقات حفل تدشين حملة أمان لحماية الأجنة والرضع من أضرار القات. الحملة تأتي ضمن برنامج مؤسسة يمن بلاقات للتوعية بمختلف أضرار القات على الفرد والأسرة والمجتمع. وأكد المتحدثون في الحفل على الأضرار الكبيرة والقاتلة التي يسببها مضغ القات على صحة الأم الحامل وجنينها، وأشار المختصون إلى أن السرطانات والجلطات الدماغية وقصور عمل القلب هي أبرز أضرار القات على الحوامل والأطفال الرضع، وإضافة إلى التشويه الخلقي وقتل الأجنة في بطون أمهاتهم، داعيا النساء إلى تجنب القات وكل الأسباب التي تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على صحتهن وصحة أطفالهن. بالتزامن مع انعقاد اجتماع حكومة الوفاق اليوم، نظم طلاب الإعلام بجامعة صنعاء وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بسرعة إدراج مبنى للكلية ضمن موازنة الدولة للعام 2014. ودعا الطلاب الحكومة بالنظر إلى مطلبهم ببناء كلية تليق بطلاب كلية الإعلام، والتي قالوا إنها تعد من الحقوق القانونية والعادلة لهم. شارك في الوقفة الاحتجاجية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. نظمت الدائرة الطلابية بالتجمع اليمني للإصلاح اليوم في صنعاء حفلة تكريم الطلاب المتخرجين من كلية التربية بجامعة صنعاء، وكذا استقبال الطلاب المستجدين بحضور قيادات إصلاحية وأكاديمية واجتماعية. وفي الحفل ألقى رئيس دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح الدكتور أحمد القباطي كلمة أشار فيها إلى دور الشباب في بناء ونهضة اليمن، مشيرا إلى أن الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل، وأن الإصلاح يسعى حاضرا ومستقبلا إلى تمكين الشباب في مختلف المجالات على رأسها التمكين السياسي والقيادي للشباب. تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والإنشادية التي أحياها نخبة من نجوم الفن والإنشاد اليمني. اليوم رؤيتنا يا شباب، أنتم من سيحكم اليمن إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا أقول شباب التجمع فقط، نحن اليوم نفتح أيدينا لكل القوى السياسية بشراكة من أجل مصلحة الوطن، لا نستثني فيها أحد، كل من يريد أن يخدم اليمن، كل من يريد أن يدفع بعجلة التطور في اليمن، هذه أيدينا مفتوحة له، وهذه قلوبنا قبل أيدينا مفتوحة له، فلنضع أيدينا في أيدي بعض من أجل بناء اليمن، ومن أجل وحدة اليمن، ومن أجل استقرار اليمن، ومن أجل رخاء اليمن. آن الأوان أن نضع مصالحنا تحت أقدامنا اليوم لينهض اليمن عاليا إن شاء الله. وبالطلاب والشباب اختتمنا هذه النشرة، عودوا فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. اليمن عضو رسمي في منظمة التجارة العالمية. مقتل شخص وجرح آخرين في دماج برصاص قناص حوثي. واليمن في صدارة الدول وفقا لمؤشر مدركات الفساد العام 2013.
المزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية، زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net. كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.